السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم. اليوم لكم عندي قصة حلوة جميلة. بنت تقول أنا كنت جميلة وصغيرة ومدللة في بيت أهلي، تقول وكنت أبغى العريس بمواصفات، أبي دكتور مهندس زي كذا، يعني تبى ناس يعني رفاهية. تقول كل ما جاني عريس ما هو بنفس المواصفات، كل ما جاء عريس ما هو بنفس المواصفات. تقول وقعدت أخذت فترة طويلة لين جاء عمري 30 35، بعدين 40، صار ما عاد يجوني شباب، صار يجيني واحد يا أنه مطلق يا أنه زوجته متوفية، يعني يا أنه رجال كبير يبون واحدة عنده، يعني زوجة تونسه وتصير ممرضة إله. تقول بعدين كبرت في العمر، وصلت 60 سنة. تقول يوم وصلت 60 سنة حسيت أني صرت عبء على أخواني وخواتي بعد ما توفوا أهلي وكذا. تقول عشان كذا أنا ما أبغى البنات يا حريم يا نسوان، ما تبغى البنات يسرون زيها. تقول علموا بناتكم القناعة وخلوهم يأخذون الرجال اللي يجون، وأمشي الرجال إيش ترضون دينه وخلقه، ورجال يخاف ربنا الحمد لله رب العالمين يكون سند لك أحسن. تقول علموا بناتكم هذا الشيء، إن القناعة كنز لا يفنى، والله يوفقنا ويوفقكم ويكتب لها الأجر ويعوضها على شبابها.